إيه الفرق ما بين القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان؟ التفرقة دي هنلاقيها في مادة القانون الدولي العام، والنهاردة احنا هنفرق ما بين القانونين من خلال 4 محاور. المحور الأولاني متى يطبق كل قانون، والمحور الثاني وقت صدور كل قانون، والمحور الثالث المخاطبين بأحكام القانونين، والمحور الرابع والأخير المصادر الخاصة بكل قانون. المحور الأول، متى يطبق كل قانون؟ القانون الدولي لحقوق الإنسان بيتطبق في أوقات السلم، أما القانون الدولي الإنساني فبيطبق في حالات الحرب لحماية الأسرى والأطقم الطبية والمدنيين، لكن ده ما بيمنعش إن حقوق الإنسان بتكون مفعلة كمان في أوقات الحرب بجانب القانون الدولي الإنساني، والعكس غير صحيح. المحور الثاني اتكلم عن وقت صدور كل قانون. نقدر نقول إن القانون الدولي الإنساني بترجع محاولات صدوره الأولى لسنة 1864، لما هنري دونن اقترح عمل تشريعات بتحمي المدنيين وأسرى الحرب والأطقم الطبية أثناء العمليات الحربية. وبعد كده تم تقنين القانون الدولي الإنساني بكتابة بروتوكولات جنيف الأربعة والأحكام الخاصين بالبروتوكولات عام 1977. أما القانون الدولي لحقوق الإنسان فظهر بظهور ميثاق الأمم المتحدة عام 1945. المحور الثالث، مين اللي بيخاطب بأحكام كل قانون؟ في الحقيقة أفراد القوات المسلحة هم المخاطبين بأحكام القانون الدولي الإنساني بشكل أساسي. أما القانون الدولي لحقوق الإنسان فالهيئات الداخلية للدولة بتكون معنية بتطبيقه، زي الشرطة والنيابة والقضاء وغيرهم. المحور الرابع والأخير، ما هي المصادر الخاصة بكل قانون؟ القانون الدولي الإنساني مصدره زي ما احنا قلنا بروتوكولات جنيف الأربعة والأحكام الصادران عام 1977. أما القانون الدولي لحقوق الإنسان فمصدره الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، واللي دول العالم أجمع صدقت عليه وقبلت أن يكون جزء من دستورها الداخلي وأصبح حقيقة واقعة لمواطني جميع الدول. شكرا على حسن الاستماع وأشوفكم في أقرب